إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم أحبتي من الفائزين. حديثنا هذا 26 حديثنا من عقد يوم الأحد 5 ربيع الثاني من السنة الثانية من القرن 15 من الهجرة، عن التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. حديث عن الطريق إلى تجديد الإسلام، عن الطريق إلى تحقيق مقاصد الإسلام. وكنا تحدثنا في الوقت الأخير عن مقاصد الشريعة، والمقصد هدف بعيد منك لا بد لك تبلغه من السير إليه. مقاصد الشريعة لن نال لم يسعى إليها، وإن لم يبذل الجهد لم تبذل النفوس لم تبذل الأموال بسبيل تحقيقها. نحدث اليوم إن شاء الله عن السير حول تحقيق مقاصد الشريعة. حديثنا في إطار مجالسنا التي نتحدث فيها عن المنهاج النبوي للتجديد الإسلامي. نحن في هذا اليوم المبارك يوم الأحد 5 ربيع الثاني السنة الثانية القرن 15 للهجرة، قبل التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. قال الله عز وجل في سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بهذا البلد أحل وأنت حل بهذا البلد، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إخبار الخالق سبحانه وتعالى يخبرنا عن حالة الإنسان، أي إنسان خلقه الله في كبد، تعب، عناء. العبد الذي لا يسكن الإيمان في قلبه ولا حب الله عز وجل في جنانه عبد شقي كبد. الأمة التي لا يكون شرع الله شرعها، لا تكون مقاصد الشريعة مقاصدها، تعيش في كبد، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة يخاطب الإنسان يحرضه ويعرض عليه ويحضه على العمل السير إليه. يقول عز من قائل: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. هذا هو السير إلى الله، هذا هو السير لتحقيق أهداف الإسلام في مقام الشريعة. اقتحام العقبة يعني السير الجاد، بذل الجهد في ذلك، الصبر على ذلك، تحرير الرقبة، تحرير المستضعفين، تحرير الرقبة في حقك أنت الذي حقت عليك كفارة أن تحرر رقبة واحدة. واجبك أنت أيها المؤمن المجاهد في سبيل الله، واجبكم أنتم أيها الجند من جند الله، تحرروا المستضعفين في الأرض ابتداء من الأمة الإسلامية، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في من ذا مقربة أو مسكين من مقربة له العدل، وعليه إقامة السماوات والأرض. واجبكم أن تقيموا العدل في الأرض، واجبك أنت أيها العبد المؤمن أن تقيموا العدل في نفسك بميزان الله عز وجل، بميزان الشريعة. واجبكم يا جند الله أن تقيموا العدل في الأرض. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب النار. واجبك أن تكون مع جماعة المؤمنين المجاهدين في سبيل الله الذين يتواصون بالصبر ويتواصوا بالمرحمة. إن قعدت ولم تجتمع لإخوتك ولم تنضم إليهم ولم تساعدهم على تحقيق مقاصد الشريعة، فأنت لم تلبي نداء الله الذي دعاك إلى اقتحام العقبة. نجد ذكرا لهذه العقبة ووصفا لها مفصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يفسر القرآن والقرآن يفسر الحديث النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ديلمي وبيهقي وابن سعد عن أبي بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث حسن وصيوطي، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا رب نفس قائمة كاسية في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة كاسية يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من صلاق. ألا وإن طريق الجنة حجي بربوة. ألا وإن طريق الجنة حزن بربوة. ألا وإن طريق الجنة حزن بربوة. الحزن هو الطريق الصلب، طريق كثير الأحجار، الصعب المسلك. حزن بربوة. الربوة هي المرتفع بالأرض، الحدية ما نقول، عقبة. فمعنى العقبة هي الطريق الصاعدة التي فيها عراقيل، يصفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن بربوة. طريق صاعدة وفيها عقبات، إنه طريق حزن صعب.
ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن طريق النار سهل سهل بسهوه، ألا وإن طريق النار سهل بسهوه، ألا وإن طريق النار سهل بسهوه. السهل هو عكس الجبل، عكس العقبة، الأرض المنبسطة التي يسهل السير فيها، والسهوة هي الأرض النازلة. ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا يا رب شهوتي ساعة أورثت حزنا طويلا. إن العقبة المتحدث عنها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسرها المفسرون تفاسير كثيرة، أهم ما نجد وما نأخذ من هذه التفاسير هو تفسير الحسن رضي الله عنه، هو الحسن البصري لأئمة التابعين، يفسر هذا أنها عقبة النفس، أن يأمر الإنسان نفسه بالمعروف، أن ينهاها عن المنكر، وأن يحملها على الحق، وأن يحملها على ما تكره، فهو يقحمها على مكارهها، والنفس ما لا تحب، تحب أن تكون طاعمة كاسية في الدنيا ولو من حرام، تكره أن تكون جائعة عارية في الدنيا، ولا يرغب الحال أن ترتكب النفس في ذلك ما نهاها الله عنه. النفس تحب أن تتقوض، تتنعم في مال الله وفي مال المسلمين، الأغنياء المترفون المبذرون طاعمون كاسون حرام، حكام الجور متخوضون متنعمون في مال الله وهو مال المسلمين. عامة الفجار والعصاة قابلوا حالهم في الحديث النبوي الذي صرناه: ألا يا رب شهوتي ساعة أورثت حزنا طويلة. شهوات ملذات فجور سوق، يقول الحسن البصري رضي الله عنه عن هذه العقبة النفسية، العقبة التي في نفسك أنت: يقول إنها لعقبة شديدة والله، عقبة شديدة والله، الذي يعقل سيرنا ويمنع انطلاقنا نحو مقاصد الشريعة هو ما ترتب استقر في عاداتنا، أذهاننا، في معاملاتنا، من رجس الشرك، من رجس الفسق، من رجس أكل أموال الناس بالباطل، من رجس الظلم، من رجس الشهوات. غيرنا من هذه الأحزاب السياسية المتاجرة في أعراض المسلمين وأموال المسلمين، مقدرات المسلمين ومصير المسلمين،
غيرنا لا يطرح السؤال كيف ينبغي أن يكون السائرون المقتحمون العقبة. عملهم وسعيهم لا يتناقض مع التنعم والتقوض في الأموال في أموال الناس، لا يتناقض مع المكر والدهاء السياسي واشتراء الضمائر، لا يتناقض مع الفسوق والفجور. عملنا نحن المسلمين الإسلاميين المؤمنين المجاهدين المجددين إن شاء الله يبدأ أول ما يبدأ بتزكية النفوس مما فيها من الخبث، تزكو وتطهر وتصبح قبلتها الله عز وجل، ويصبح هدفها نصر دين الله عز وجل، ويصبح شعارها تكبير الله عز وجل. فكان غيرنا يجمع من حثالات الناس و مناكير الأخلاق، فتجميعنا نحن ينبغي أن يكون تجميعا للنيات الصادقة، الضمائر الطاهرة، والعقول النيرة، بذكر الله وبحب الله وبطلب لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي ناداه الله عز وجل من بعيد، ناداه من كبده، مطلوب أن يقتحم العقبة إلى الجنة ثم إلى الله عز وجل رب الجنة. وطريق الجنة حزن لربوة. غيرنا يجد أن كل شيء على ما يرام، إن هو أعطى النفس شهواتها، كل شيء على ما يرام، ليموت الشعب جوعا، لتنهك أعراض الأمة نهكا، لتنتزع أموالهم ابتزازا. ما دمت أنا أرضي شهواتي وغروري استكباري وحبي الاستعلاء على الناس، فليموت من شاء أن يموت، ولتموت الأمة ضمائر طاهرة والعقول النيرة، بذكر الله وبحب الله وبطلب لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي ناداه الله عز وجل من بعيد، ناداه من كبده، مطلوب أن يقتحم العقبة إلى الجنة ثم إلى الله عز وجل رب الجنة. وطريق الجنة حزن لربوة. غيرنا يجد أن كل شيء على ما يرام، إن هو أعطى النفس شهواتها، كل شيء على ما يرام، ليموت الشعب جوعا، لتنهك أعراض الأمة نهكا، لتبتز أموالهم ابتزازا. ما دمت أنا أرضي شهواتي وغروري واستكباري وحبي الاستعلاء على الناس، فليموت من شاء أن يموت، ولتموت الأمة، وليحكم الصهاينة في فلسطين، في الدولان، في غير فلسطين والدولان، ولتكن رقابنا في ذمة أمريكا، ولنكن مستعبدين من قبل الاستعمار والاستكبار العالميين. ضمائر ميتة، عقول مظلمة، ذمم قريبة. والطريق الحزم بالربوة بالنسبة لجماعتنا، جماعة المسلمين لجند الله، صعب، وأي صعب، لك لا بد أن تبدأ بجمع رجال أقوياء بإيمانهم، ينشدون الشهادة في سبيل الله. وما كل الناس يستطيع هذا، إنه طريق حزن بربوة، عقبة
شدة الناس يريدون المناصب. انضم إلى حزبنا، نعطيك منصب كاتب الدولة، منصب وزير، منصب مدير، منصب كبير، أموال توزع، هذا تريده النفس. هو طريق سهل بسهوة، طريق يؤدي مباشرة إلى النار، نعوذ بالله. إن إخوتي في فتنة، فتنة عارمة، وتحقيق مقاصد الإسلام يقتضي منا جهدا لهدم الباطل وبناء الحق. في مجلسنا الأخير كنا جئنا بمقاصد الشريعة في صيغة الحفظ. قال فقهاؤنا مقاصد الشريعة تنخرط في خمس نقاط، أولها حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل. كرر حفظ 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 يثير في المنتبهين للمصطلحات والألفاظ وما وراء الكلمات، يثير انتباههم إلى تكرار حفظ، فيسألوننا هل أنتم محافظون أم ثوريون؟ هل تريدون التغيير الواقع أم أنتم تريدون المحافظة عليه؟ فلكي لا يكون التباس نقول باصطلاحكم السياسي نحن ننشد التغيير في عمق أكثر من عمقكم، نحن نكره الواقع أكثر مما تكرهون، لأنكم أنتم إنما تكرهون نفوسا وأشخاصا استأثروا بالجاه والمال والشهوات، فإن احتللتم محلهم استأثرتم أنتم أيضا، ونحن نكرهكم ونكره الواقع الفاسد، لأنكم لن تجيئوا بشيء آخر، لن تجيئوا إلا بنفس الطاغوت. ونحن نريد أن نبذل أموالنا ومهازنا في الله، نريد أن تحيا الأمة ولو متنا نحن، وأنتم تريدون أن تعيشوا عيشة الرغد والرفاهية والترف ولو ماتت الأمة. نريد التغيير جذريا، فما نحن محافظون باصطلاحكم. حفظ الأموال، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النفس. على ماذا نحافظ؟ الأموال ذهبت نهبا للمبذرين والمسرفين، الأعراض والنفوس استعبدها ودنسها وقضى عليها الجبارون المستكبرون. أي أمن هنالك في بلاد الإسلام حتى نريد نحن أن نحافظ عليه؟ أمن يخدم مصلحة الطائنة ومصلحة أمريكا ومصلحة المعسكر الشيوعي وحلفائه. لسنا محافظين باصطلاحكم، مقاصد الشريعة بالنسبة إلينا أهداف يجب تحقيقها بإعادة بناء الحق بعد إبطال الباطل. الآية وقد بلغت الفتنة إلى الحضيض إلى منتهاها لا يكون أي معنى لدعوتنا إن كانت المقاصد الإسلامية الشرعية يعبر عنها بالحفظ، لأن كل شيء غائب، الإسلام غائب عن الميدان. فإذا كنا نريد أن نحافظ على الدين، يعني على ما بقي من الدين على بعض المساجد حتى تطير كما أصبحت الآن في تركيا وفي غير تركيا متاحف، في ألبانيا الكافرة المشركة الشيوعية التي حكمها الشيوعيون، الإسلام هنالك انزوى في البيوت. سأل الله عز وجل أن لا
يعيد الإسلام إلى تلك الديار وإلى كل الديار. إذا قلنا نحافظ على الدين فكأن العبارة توحي بأننا نحب أن نصبح حفظة لتراث ميت، حفاظ على النفوس حتى لا تموت، ولو كانت لا تموت إسلامها وإن كانت ميتة المعنى فلا نميدون. نفضل أن نموت جميعا على أن يستعبدنا الكفار والمشركون، وعلى أن يبقى الإسلام تحت نير الظلمة والجبارين. الفتنة قد بلغت مداها، فنريد تغييرا جذريا. في أول الفتنة بعد مقتل الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام رجل يريد أن يعيد الأمر إلى نصابه، هو الإمام علي كرم الله وجهه، هو الإمام علي عليه السلام. اسمعوا كيف دعا هذا الرجل لكي يعود الإسلام إلى سابق عهده، إلى رشده تحت حكم الخلفاء الراشدين النبويين. قال كرم الله وجهه فيما رواه الطبري بسندي عن علي بن الحسين بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر. كان الأمر واضح أمام الإمام علي، كتاب الله فيصل ما بين الخير والشر، فناخذ الخير وندع الشر. وبهذا الوضوح يجب أن ننظر نحن إلى حاضرنا ومستقبلنا. الواقع شر محض، يجب أن نبدله بالخير نسعى إليه. هذا الخير ينزل من السماء؟ لا، لكنه خير ينزل على الأمة من سماء جهادنا، يأتينا الخير ثمرة ونتيجة لسعينا إن نحن اقتحمنا العقبة ابتداء بعقبة نفوسنا. قال: فخذوا بالخير ودعوا الشر. هذا تغيير جذري، هنالك خير وشر، ولا يعني هذا أن نكون من الغباوة والغفلة والجهل. قانون لله في الأرض، قانون التدرج، بحيث نتصور أن إحلال الخير مكان الشر يكون ضربة لازم بالقهر بالقتل والسب. لا، لن يكون يومئذ خيرا، وإنما يكون تزمتا وتعنتا وإفسادا على إفساد. خير يأتي دعوة خيرة باشرة يحبها الناس عندما يذوقون حلاوتها. جند الله غدا يوم ينادي المنادي: أين أنتم يا حزب الله؟ كنتم تنادون في الدولة الإسلامية قد جاء الأوان، أين أنتم؟ يومئذ لن يفيدنا، بل يضرنا كثيرا أن نقدم قوة الخير والشر صوت ظلام محض ونور محض. ننتقل من واحد منهما، من صورة منهما إلى صورة أخرى، هكذا وثبة، كما يجيء النهار بعد الليل تدريجيا، كذلك يجيء الإسلام بعد الفتنة تدريجيا. هذا قانون الله عز وجل في الكون، قانون الله عز وجل في التاريخ، قانون الله عز وجل في البشر، لكن يكون واضحا عندنا الأهداف الخيرة التي نريد أن نصل إليها بتقطيع في 10 سنوات، في 20 سنة، في أقل، في أكثر، ويكون واضحا
عندنا ما نطرحه من الفساد والفتنة حتى لا نرتكس فيما كنا فيه. يقول الإمام علي: الفرائض، ويمكن أن نقرأ الفرائض، أدوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة. ثم يقول: إن الله حرم حرما غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها. هذه مسخرة من مساخر الإسلام لا مثيل لها. أعني الإسلام الحق، الإسلام الخير، الإسلام الذي يستنير بنور الله ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرمة المسلم. تسمعون أحبتي، اليوم بعد أن فشلت الإيديولوجيات الليبرالية بتدهور اقتصاديات العالم الحر كما يسمونه، وتسمعون بعد انهزام الإيديولوجيا اليسارية الشيوعية، عندما اكتشف الناس أن كلام الإيديولوجيا يخفي من ورائه السجن الرهيب، سجن الغلاب، ويجب أن نستأنس أن نعرف ما وراء هذه الألفاظ. وبعد أن اكتشفوا الطبقية الفظيعة، طبقية النوميكلاتورا، هكذا يسمون هذا هو السلاح في روسيا في غير روسيا، بعد فشل تلك الأيديولوجيات نسمع اليوم نداء عاليا نحمل لواءه كارثة كان. واليوم نسمعه من هنا وهناك في العالم: حقوق الإنسان، حقوق الإنسان. المعسكران الغربي والشرقي، معسكرا الجاهلية بإمامة روسيا ومن هنا وأمريكا من هناك، اجتمعوا في يلتا على عهد نهاية الحرب العالمية الثانية، توزعوا العالم إلى جهات نفوذ، ثم بعد ذلك منذ سنوات قليلة، أظن في سنة 75 من قرن النصارى، كتاب النصارى، اجتمعوا في هلسنكي، قالوا ليسد، قالوا لتسد حقوق الإنسان، يحملون شعار حقوق الإنسان. يتخذ له ستارا وحجابا، من ورائه تباع الأمم المستضعفة وتشترى. ويتهمون المؤمنين في العالم سيما في أرض إيران الإسلامية لأن المؤمنين سفاكون، لأن علماء الإسلام لا يعرفون إلا السيف والدم. تهمة وتهمة خطيرة، ولن يفيدنا الصراخ والاحتجاج، لكن يفيدنا نحن أن نوقن لأن هذا من ديننا ومن شرع الله، أن حرمة المسلمين حرمة عظيمة عند الله. هذا واحد إنسان. إن الله عز وجل عندما خاطب الإنسان قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ثم اقترح عليه وحضه قال: فلا اقتحم العقبة. ما أنزل دين الإسلام ليكون نقمة على البشرية، بل أنزل دين الإسلام ليكون نعمة ورحمة. هنالك حرمة المسلم، حرمة المؤمن، وحرمة الإنسان. هذا من الدين، هذا في كتاب الله، هذا في سنة رسول الله. في كتاب الله
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، ما قال نفسا مسلمة، نفسا بشرية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فحاشا لله أن يرضى الله عنا إن نحن كنا سفاكين. نعم نقيم حدود الله كما أمر الله، المفسدون في الأرض من جاء يقاتل حزب الله يقتل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض. هذه الصرامة حد من حدود الله، من دخل في حدود الله واحترمها ففي باطن هذه الحدود الرحمة، ومن خرج عن حدود الله في ظاهرها العذاب. حاشا لله أن نكون مؤمنين إن نحن كنا وكان في نياتنا أن نسفك الدماء إلا بحقها. هذا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان في لحظة حرجة من تاريخ المسلمين بعد الفتنة التي قتل فيها الإمام الشهيد عثمان رضي الله عنه، يقول إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرام كلها، فغدا يا جند الله عندما تأخذون زمام الأمر في أيديكم لا تسفكوا الدماء، اعلموا أن التوبة تجب ما قبلها كما يجب الإسلام ما قبله، وقد عاش الناس قرونا في فتنة فلن نتحول من فتنة بإسلام، نتحول من حكم شريعة الوضع شريعة الغاب إلى حكم شريعة الله بوثبة وطفرة، لن نحل الإسلام بالسيف، لا إكراه في الدين لكن بالدعوة الرقيقة. لا تظن أن العقبة وهي طريق الجنة التي هي حزن لربوة هي صعوبة يلقاها غيرنا، بل صعوبة نلقاها نحن جند الله بضبط أنفسنا وصبر أنفسنا على مكارهها، لنوفر للأمة الأمن، لنوفر للأمة الرخاء، لنوفر للأمة السعادة في معايشها في معاملاتها في في أحكامها في سعيها على الأرض، هذه السعادة في معايشها وفي أرزاقها تهيئها لكي تهيئ سعادة لكي هي كي تخدم على إحراز سعادتها الأخروية. حرمة المسلم من أعظم الحرم عند الله، قالها الإمام علي بعد نشوب الفتنة، بعد أن بدأت الدماء تسيل بين المسلمين. الآن هذه الفتنة بلغت مداها، فنحن أحوج ما نكون للرفق. ليس معنى هذا أن نكون من الاسترخاء والبلالة بحيث نتصور أن الباب سيفتح لنا هكذا على مصراعيه دون أن نشد العضل، دون أن نشد القوة، دون أن نكون تلك العصبة المجاهدة المقاتلة في سبيل الله التي لا ترد على عقبيها. لا، الله عز وجل يحب المؤمن القوي، وإبطال الباطل وإحقاق الحق هذا من المهمات التي لا يقدر عليها إلا حزب الله الأقوياء، جند الله الذين لا يرتدون خوفا من لائم يلوم، ولا رهبة من مهدد يهدد. يقول الإمام علي ترى الله وجهه إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، شد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين
يعني أن الإخلاص لله عز وجل من مقتضياته إعطاء حقوق المسلمين. توحيد الله عز وجل يقتضي منا أن نعطي المسلمين حقوقهم ولسائر الناس، فإن الله فرض فرائض فأدوها. قال: فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بما يجب، فإن النار أمامكم وإن من خلفكم الساعة تحذوكم. ساعة بعد آخرة، هكذا نحن المؤمنين كل عملنا يجري بين يدي الله عز وجل، نذكر الله، نذكر لقاء الله، فنخاف الله، فلا نتجاوز حدود الله، ولا نغمط في ذوي الحقوق حقوقهم. قال كرم الله وجهه: فخففوا تلحقوا. خففوا تلحقوا، هذا سير، سائرون المؤمن، سائرون إلى الموت، سائرون إلى لقاء الله، سائرون إلى الحساب، فيجب أن يخففوا لكي يكون سيرهم أسرع وأأمن. العبد المثقل بالذنوب يكون لقاؤه لله عز وجل لقاء عسيرا، يكون سيره إلى الله عز وجل سيرا بطيئا. الأيام تسرع به إلى الحفرة، لكن عمله يبطئ به عن منازل القربة من الله عز وجل، عن منازل السعادة. يموت ويذهب إلى الحفرة، لكن هل سيره هذا في أيام عمره يقربه إلى الله؟ لا. فعندما قال الإمام علي: فخففوا تلحقوا، تلحقوا من؟ تلحقوا من ماتوا؟ لا، تلحقوا من سبقوكم بالإيمان والجهاد ونالوا الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أن هذا الخطاب الإسلامي النموذجي من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفصل بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة، كما يحلو لأعداء الإسلام وخصومه أن يفعلوا، يقولون: ما بالكم أنتم تقحمون الدين في السياسة. قبل أن يموت أنور سادات كان يقول: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هنا الإمام علي تحدث عن حرمة المسلم، عن دماء المسلمين، هل يتحدث عن هذه الحقوق بصفتها، بصفتها من شرائع السياسة؟ كلا، بل يربط هذا بالدين، بالإخلاص، التوحيد. هل قال: كفوا عن سفك الدماء لكي يزدهر المجتمع ولكي لا نقتل العمال المنتجين؟ لا، ما قال هذا. قال: الله حرم عليكم دماء المسلمين فكفوا. وشتان بين من يكون عمله موجها من السماء وبين من يكون عمله موجها من خبايا النفوس وشرها. ذلك التوجيه السماوي توجيه معصوم، وإن تلقته نفوسنا بعد أن تتزكى وتنطهر لا شك أنها تسير قدما وصعودا عبر العقبة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: فخففوا تلحقوا، اتقوا الله عباد الله في بلاده وعباده. اليوم السياسة هي الجيو استراتيجية كما يقولون، الجيو سياسة كما يقولون، هي
الاقتصاد هي الموارد، هي الثروات، العباد. لا ينظر الإنسان عباد الله، أمر الله بأن تحفظ حقوقهم، لكنهم شعوب وأقوام، مستعمر، مستعمر، استغل، استغل، حاكم، محكوم، عبد، سيد، دول مسلحة، دول ضعيفة، عالم أول، عالم ثالث، إلى آخره. كل هذا يحوم في مجال أرضي لا صلة له بالسماء. الإمام علي هو نموذج خالد من نماذجنا، يقول اتقوا الله في العباد والبلاد. فتصرفنا في الأرض في اقتصاد خيرات، تصرفنا في العباد في المجتمع، في حقوق الناس، في حقوق المسلمين وفي حقوق غير المسلمين، هذا مضبوط بشرع الله. نتقي الله فلا نظلم، نتقي الله فلا نبتز الأموال، نتقي الله فلا نمالئ الكفار، نتقي الله فلا نعطي لأنفسنا شهواتها. يقول لا تدخل السياسة في الدين، يريدنا أن يبقى الأمر على ما هو عليه، أن يبقى حوضا بين الناس، من غلب أكل ومن غلب أكل. يريدنا أن يبقى النزاع في طوائف المسلمين، بين طوائف المسلمين نزاعات حزبية، وإن بقينا هكذا فلن ننتهي إلا إلى شر، إلى أطر مما نحن فيه. اتقوا الله عباد الله في بلاده وعباده، إنكم مسؤولون. عندما يقول أمثال الإمام علي إنكم مسؤولون، هل يعني المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، أو المسؤولية الإدارية، أو المسؤولية البرلمانية، أو المسؤولية الحكومية؟ كثيرا ما نسمع اليوم المسؤولية، 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 وفي الحقيقة لا مسؤولية، كذب، تزوير وتمويه. الموظف والقائد والحاكم والوزير والبرلماني وشيخ القبيلة ومخدم الحارة يجمعون من الأموال، أموال الشعب بالرشوة والابتزاز والاختلاس، كل حسب مستواه، ملايين قليلة أو مئات ملايين أو ملايين أو مئات ملايين، فمن يسأل؟ وما منهم في سبيل جمع أموال المسلمين وابتزازها إلا من يسفك الدماء، ينتهك الأعراض، يخزي الناس في ذرياتهم وفي شرفهم، ومع ذلك من يسأل؟ ثم إن كنا نقول مسؤولية، من يسأل ومن يسأل؟ ضعف الطالب والمطلوب، هنا نقول فسد السائل والمسؤول. يعني علي عندما يقول إنكم مسؤولون، يعني تلك المسؤولية أمام الله عز وجل، تلك المسؤولية التي تشد من عزم المؤمن فلا يزيغ، التي تربط على فؤاد المؤمن فلا يلين عن الحق. إنكم مسؤولون. وفي القرآن نقرأ كما كان يقرأ من خاطبه الإمام علي، نقرأ كل يوم ذكر الله، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر البعث، ذكر السؤال. لماذا نقرأ القرآن دائما؟ نقرأ القرآن كي لا تغيب عنا لحظة عين، كي لا تغيب عنا تلك الوقفة أمام الله سبحانه وتعالى. الغافلون والمجرمون والجبارون والسفاكون لا يقرؤون القرآن، لا يؤمنون بالبعث والنفوذ،
فمن ثم لا يحسبون أن هنالك سؤالا بعد الموت. قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترون لله وقارا، لا تعظمون الله، لا تعظمون أمر الله. نحن نرجو لقاء الله ونعظم أمر الله، فنحن مسؤولون أمام الله ولن نزيغ عن شريعة الله، وما يكون الأمر بيدنا إن شاء الله. قال: إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. انظروا حقوق الإنسان، جمعيات الرفق بالحيوان الحضارة الغربية يسلون أنفسهم بهذه الجمعيات الخيرية، المحافظة على البيئة، البقاع، محافظة على الطبيعة وعلى الطيور وعلى الوحوش البهائم. نحن لسنا من الذي يقول هذا، قال الإمام علي منذ 14 قرن، لكن هذا نقرأه هذا في كتبنا. قال: إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. انظروا إلى سمو حضارة الإسلام، وأين نكون إن نحن رجعنا إلى دين الله؟ نكون في القمة ولا شك. ثم يقول: ثم أطيعوا الله فلا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا الله إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. انتهى كلام الإمام علي، وقد أنهى خطبته هذه الفصيحة والتي تخاطبنا في زماننا هذا بأفصح خطاب، بتذكيرهم بيوم الاستضعاف: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. نحن اليوم قليل مستضعفون في الأرض، لكن غدا إن شاء الله سنكون نحن أصحاب الأمر. الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وأن يشدد خطانا حتى نقتحم العقبة كما أمرنا وكما دعانا، ونسأله عز وجل أن يزيح عن هذه الأمة هذا الكابوس الطاغوتي الذي يطحنها بكلكله. نسأله عز وجل أن يؤيدنا ويوفقنا، فإن دين الله عز وجل وحده هو الكفيل بأن ينتشل الأمة من وهدتها، وبأن يرجعنا إلى تلك العزة بالله وبرسوله التي عاث عليها سلفنا الصالح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في مجلسنا الأخير كنا وقفنا لنتأمل دخلة ربيع بن عامر إلى بساط رستم، تلك الدخلة الرائعة التي من شأنها إن هي خاطبت عقولنا وخيالنا أن تعيد إلينا فيما يعيد إلينا من ذكر الله عز وجل وقراءة كتابه ورسالته عز وجل إلينا. من شأنها إذن أن تعيد إلينا فيما يعيد إلينا تلك العزة، أن تعيد إلينا العزة بالله ورسوله. وإن هذا الشباب الناشئ الناهض إلى خير الموفق بحول الله وقوته بحاجة إلى أن يتفرد وإلى أن يتمثل هذه النماذج الصافعة في تاريخنا. قال لرستم في آخر المقابلة: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لاحظوا هنا أن هذا العبد الصالح، هذا العالم المجادل عن دين الله، وهو أمام طاغية جبار، ما جاء بطاغوت لكي يقنع به طاغوتا آخر، ما جاء بنفسه وهواه وكثرة جنده، لكن جاء متكئا على الله
جاء مستندا إلى أمر الله، جاء متحدثا عن تكليف الله، قال الله ابتعثنا. ابتعثنا لماذا؟ لكي نستعمر الأرض، لكي نحرر الشعوب. كما يقول اليوم الاستعمار الجديد، أمريكا تريد أن تحرر الشعوب، هذا هو الكلام. والعمل تريد أن تستغل الشعوب، وروسيا كذلك تريد أن تحرر الشعوب، لكن هذا العبد الصالح رحمه الله، ومن كان معه من جند الله كانوا يتلقون أمر الله فيطبقونه. الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، هذا هو التحرير الحق. وكل دعوة تحرير من هذه الدعوات المدوية في وسائل الإعلام وفي تصريحات الساسة، هذه الدعوات لتحرير الإنسان وكفالة حقوق الإنسان هي إلا دعوات كاذبة خاطئة منافقة تخفي من ورائها كيدا مدبرا لتقسيم العالم بين جناحي الجاهلية، الجناح اليميني واليساري من الكفار. وغدا إن شاء الله يا جند الله ستدعونا لكي تعيدوا العبادة إلى حاضرة الإسلام، كي تخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إلى أن قال، ودام الحوار بين رستم وربعي رضي الله عنه، إلى أن قال رستم لأصحابه وقد لاموه قالوا له هذا أعرابي من الأجياف يجيء فيجاجلك فيحجك ويغلبك في الحجة، ويقول بعضهم هذا لا نعبأ به، هم إلا أعراب نغلبهم، هم أسهل من لقمة نضعها في أفواهنا. فيقول رستم الطاغية ويحكم لا تنظروا إلى الثياب ولا تنظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، خاف عدو الله، لأنه وقف أمامه رجل يخشى إلى الله، فمن يجب بين موقف ربعي وبين موقف حاشيته وخدمه وحشمه وجنده، أولئك يخشعون له ويخضعون ويخافون، وهذا رجل لا يخاف إلى الله، فميز عدو الله بين الحق والباطل. ثم يقول رستم إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب، قاله العرب ونحن نقول المسلمين، لأن العرب لم يكونوا شيئا مذكورا إلا بالإسلام، وما كان العرب ليصلوا بسلطة رستم لولا الإسلام، بل كانوا همجا ورعاعا، ونقولها بكل صدق وبكل صراحة، لأن دعاة قومي اليوم يقولون قومي العربية وينفخون فيها وهي رجس من الرجس، لأن القومية توزع المسلمين إلى أعراقهم وتوزعهم إلى وطنياتهم وتوزعهم إلى أجناسهم، وحاشا لله أن يرضى الله ورسوله بهذا. قال وليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون، وأقبلوا إليه يتناولون سلاحه ويزهدونه فيه. صاروا بربعي يبحثون في سلاحه، فقال لهم هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ قال لهم تؤتونني السلاح ديالكم وأنا نريكم سلاح ديالي، شوفوا شكون السلاح ديالهم مزيان. فأخرج سيفه من خرقة كأنه شعلة نار، لأنه كان يجحد سيفه كل يوم، وهكذا ينبغي أن يكون جند الله، كأنه شعلة نار. فقال القوم أغمده، فأغمده فصن طرف والدمخة وحجفته هو يتصن، يعني ضربه بلبله
خطر من ابليهم فخوك ترسل وسلمت شفته وخلقها لبالي ما خلقها فكان سلاحي هو اقوى منه.